هيك يا عصام؟ امي ما دخلت لطفيه، امي حرادتها من شان امك لانه تخانقوا سوا. امي ما دخلها، امك كانت الشراره. ليش عم تحكي معي هيك يا عصام؟ لك ايه، امك كانت الشراره الاولانيه، ولولا امك ما كانت حردت لطفيه عند امها، ولا انت رحتي لعند امك، ولا نحن اجينا سكننا هون عند امي، ولا صار اللي صار. هلا صار الحق علي وعلى امي؟ لك الحق عليكي وعلي وعلى امي وعلى ابي وعلى اخواتي. لك امك اجت زياره لعندي. ليش تقوم لطفيه تسوي لك قهوه؟ يا ليش؟ ما تقومي انت تدبري على حالك وتسوي قهوه لامك؟ ليش؟ والله ابو انا قلت لها تسوي القهوه. لك شو لطفيه خدامه الك ولامك؟ فتاني من عم بتفتاني ابو انا. لطفيه ستك وست راسك وست عيلتك كلها وست البيت كمان. بوجع او لعصام؟ انا بوجع امي. شو ذنبها حتى تخانقها؟ يا ابو ما بصير عم تقول لطفيه روحي ساوي قهوه. انا اللي قلت لها ساوي القهوه، واذا فريال قالت لك غير هيك بتكون كذابه وبدي اصل لها لسانها. كله من هاللتاته ام شمر ونص نقلت الحكي. يا ابو انا هيك بعد بيمشي الحال مع الدوب، لاقي لي حل بسرعه. انت لاقي الحل اللي بيناسبك. كلمه واحده بدي اقولها وبس. شرف انطقها. بدي حصتي من ورثه ابي. أنا غير هذا الحكي ما عاد عندي. ماشي يا عصام، رح أعطيك حصتك ولشوف إذا بتكفيك أنت ونسوانك التنتين. قد ما كان، المهم بدي أعيش لحالي. ماشي يا ابني الكبير، رح خليك تعيش لحالك وتنبسط على كيفك. ما بدي استنى كثير يا مو، بهاليومين بدي تنحل قصتي، خشي ما أوجع لي راسي أنا عطيت. روح يا عصام إلهي رب السماء. لا تغضبي عليه مرت عمي مشان الله. صباح الخير يا ستي، غاب القمر وين كنتي؟ غاب القمر ونجومه وبتضوع علي انتي. سعاد 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 وبس، وبين الذنب بين الخس، ويلي بيوجع عراسه ياخد منها بوسه وبس. اخ 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 يا راسي، هاتي بوسه تقبرين لك. الهي قبرني الوش ما احلى. شو يا مو؟ كسر السفره جاهز. يلا سبقيني لحقتك. ماشي. ايش سموكي سعاد؟ يعني شو كان بصير لو سموكي فريال؟ عصام مو عاجبه اسمي. عم تضحكي تقبري قلبي، يعني اسم امه احلى. امي تقبريني اكثر. امي ما بعرف شو مساويت له هالفريال، هي وبنتها لخمته لخم. ليكون ساقيته شي لك اختي. اعوذ بالله، شو هالحكي؟ لكان ليش بيحب لطفيه اكثر من هدى؟ مع انه بالجمال احلى منها وبالنظافه انظف منها وبالرتابه ارتب منها. حتى لسانها، حتى لسانها أحلى من لسان لطفية بألف مرة. يبعت لها حما إذا كانت عاملتها. مو هي اللي بتعملها، إما يلي بتعملها ياها. بس أكيد قايلت لها عليها. هلأ قليلي شو رح تعملي مشان ابنك عصام؟ أول شي رح شوف خاله أبو شهاب وسلمه موضوعه. مع أني زعلانة كتير من عصام، بس خلص رح أعطيه حصته من ورثة أبو. لا تكني عصام، لا تحكي ولا كلمة، أحسن ما أسمع ولا قدام العالم الناس. شو عامل نوري؟ إلي شو عامل؟ أنتوا ليش صايرين عم تتبلوا على العالم؟ قالك نوري؟ لا ما اعتز أحسن ما أقضك معها. اعتز احكي مع خالة. ولا همك عصام. شوفي أكيد أخذوه مشان مقتل أبو سمعون. لا حول ولا قوة إلا بالله على الشغلة. منين طلع لنا سمعوها؟ ومن أنت يا بعدي لحتى تتأمري على بنتي وتفيقيها من عندنا ومتى وتنأذي لبنتها الصغيرة منه؟ لك تروع عينك وتور عليك الثانية. لك أنا عم بعمل كل إشي مشانك يا هبلة. يسلم شانك أم زكي، أنت اسحبي إيدك عنا ولا تتداخلي فيها منوب. أحسن ما سمعت كلامي زعلك. أي تصطفلي، بس أنا عم بتداخل حتى ما ينخرب بيت بنتي. أي معلش تقبريني، معلي أنا بدي ينخرب بيت بنتي ولا حدا يرفع صوته عليها. فهمتي ولا ما فهمتي أم زكي؟ أي شو عليه شو عليه؟ وين قايمة أم زكي؟ مو انتي قلتي لي ما تتداخلي؟ ما رح اتداخل، رح اساوي مثل ما بدك واكثر. بلا غلاظة ام زكي، عدي عدي. الله لا يوفقك يا فريال، انتي مو حالي عن بنتك لتخربي لبيتها ذاتي. انا ما بدي اياها تعيش مع الحماية يا ام زكي. لك يا حوبي، سعاد مو حماية، سعاد احن منك عليها. روحي الهي يصطفل فيك يا فريال يا حق. خلص خلص، انا ما برجعها الا لحالها، ولا بدي اياها تعيش مع حمايه ولا مع ضره. وعصام اللي متخانق مع امه مشان تقسم الورثه. عصام عم يشتغل زينه العقل. ها
هلا صار عم يفكر بعقله، مو مثل اول امه كانت كاتمت له على نفسه ومو مخليته يتلحفظ ومربطت له ايديه ورجليه. خلوني اوفك يا نوري. بدك تقلي لما كان الحارس ابو سمعه يجي يحلي عندك بالدكان شو كان يحكي لك؟ ما بتذكر ما بتذكر. ما تتذكر؟ هلا رح خليك تتذكر وتحكي كل شيء لحالك. بغيرك يا نوري. شو تذكرت؟ لك شو بدك يعني تذكر لي؟ بدك تقلي كل شيء عن تحركاته تصرفاته رفقاته وعيلته وأهله، شو كان يحكي لك عنهم؟ جاوب علي نوري. ابو سمعه كان ناشف، ما كنت اخذ منه لا حق ولا باطل، ما كان يحكي لي شيء. كان ناشف ما هيك؟ هلا رح اطري لك رساله مشان تحكي كل شيء منيح وما تكون ناشف مثله. كفي عليك يا ولد يا ليل اصلا. هذا مو من عندي يا ابو شهاب. انا عندي تعليمات من النيابه العامه والسرايا وبدي نفذها بحذافيرها لحتى اعرف مين اللي قتل الحارس ابو سمعه. بس هيك بتكون تخنت كثير يا ابو جودات. هذا شغل وانا لا عم بلعب ولا عم بتسلى، لا معك ولا مع غيرك. واخرتها معك يا ابو جودات. انا بدي اعرف مين اللي قتل ابو سمعه وانتهيت. ولحد هلا عم حقق مع صغار حارتك وطالع لفوق شوي شوي، واذا ما نعرف القاتل رح يوصل الدور لعندك يا ابو شهاب. بدك تحقق معي وناقص ترفعني فلقه كمان يا ابو جودان. ليش انت مو من الحاره ولا فكر حالك غير الناس؟ معلوم انا مثلي مثل اصغر واحد بحاره الضبع، واللي بيصير على اهل حارتي بيصير علي. حارتك كلها مشتبه فيها يا ابو شهاب، من صغيرها لكبيرها. واذا انا لحد هلا ما قربت على كباريه حارتك فهذا لاني عامل كرامه لالك. بس اذا فلتت الامور من بين ايدي رح يجيكم الدور واحد واحد. ايه شو علي؟ مشي يا ابو جودات. اسمع اسمك وارد بالتحقيق من فوق فوق، وفهمك كفاية عقيد. اذا هالحكي اللي عم تحكيه مزبوط يا ابو جودات بيكون لا انت ولا جماعتك اللي فوق فوق بتعرفوا مين العقيد ومين حارة الضبع. اه مثل ما سمعت وشكلين ما بحكي. احترامي سيدي. شو يا نوري؟ سيدي ما اعترف بشي. ما اعترف بنوب؟ ابدا سيدي ولا كلمة. ماشي يا نوري ماشي. كرمال جيت ابو شهاب لعندي على المخفر، اخلي سبيله. حاضر سيدي. شفت؟ كرمالك ها يا ابو شهاب. مكتور الخير يا ابو جودات. بس بدي منك تساعدني. لعيونك. بشو؟ اللي مين اللي قتل الحارس ابو سمع؟ ايه شو بيعرفني انا يا ابو جودات مين قتل ابو سمع؟ ما بتعرف يا ابو شهاب؟ عقيد ابو شهاب عقيد ابو شهاب ابو شهاب الله ما تاخذني، انا ما لي علاقه بكل اللي عم يصير. ولا يهمك نوري عرضيه، بس فهمه لمعلمك انه نحن بحاله الضبع صارت واصله معنا لهون. ولا يهمك ابو شهاب، دباره عندي مشان ليره الذهب. مشان الله ما تاخذني لهلا ما تامنت معي. حلالك زلالك نوري سامح، بس فهمه للكبير تبعه انه اذا ضل ينسج على هالمنوال بيكون عم يلعب بعداد عمره، وبعد شوي منقلبها عليها واطيها. امرك ابو شهاب، اصلا انا ناوي له على وقعه الطير برات المخفر لاخر الدنيا.
بس طوي بالك علي شوي، طوي بالك. خاطره الله معك. اخ يا اخي طول بالك. اخ يا معتز لك يا اخي طول بالك، خلصنا بقى، خذ اشرب مي. لك هي تاني فلقه باكلها ظلم. الله يكسر ايديهم على العمله، الله يكسر ايدين ابو جودك ونوري ومعهم سمعوا. اي والله، بس بيني وبينك اخي بستاهلها. ليش بستاهلها؟ اليوم الصبح زعلت لامك، قام الله ما بيت لي اياها، دغري عاقبني عليها. وبشو زعلت لامك؟ رفعت صوتي عليها، طلبت حصتي بنورتة ابوك. الله يصلحك يا عصام على العملة، لك انت ما بتعرف شو يعني غضب الام؟ هلا اكيد بتكون زعلانة منك وغضبانة عليك. كنت زعلان لانه مرتي لطفية تركت البيت واخذت بنتي معها، الله يكسر ايديها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قوم اخي قوم، قوم روح لعند امك استسمحها، قوم بوس ايديها ورجليها خليها ترضى عليك، قوم. وانت قلت اخي. معناتها كان بده اياها الفلقة، عم يغضب امه مشان مرته. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. معتز هاي هاي هاي.